قبل 4 أيام فاجأ غيث مروان الجميع بإعلانه بشكل رسمي عن خبر خطوبته بريل على إنستغرام، واللي جمعه بخطيبته سارة، واللي حقق أكثر من 10 مليون مشاهدة وأكثر من 1 مليون إعجاب لحد الآن. وشارك أيضا فيديو على يوتيوب وثق فيه كل لحظات الخطوبة وقراءة الفاتحة، وشارك الثنائي أيضا صور كانت فوتوشوت خاص بالخطوبة على إنستغرام. والعديد من الناس تسألوا مين بتكون سارة خطيبة غيث مروان، فاسمها الكامل سارة الورع، وهي بنت سورية عمرها 21 سنة، وبتكون أخصائية تغذية، وولدت ونشأت بدبي الإمارات. فتعرف غيث على سارة سنة 2019 بالقرية العالمية بدبي، حيث سارة كانت من متابعين ومحبي غيث على يوتيوب، فطلبت منه أخذ صورة كمعجبة لتبلش قصة حبهم من هناك. والجمهور حاليا عم يتساءل شو رح يصير بعد هذا الإعلان وبعد إعلانهم عن خطوبتهم، ومتى حيكون الزواج؟ وهالسؤال أجاب عليه الثنائي غيث وسارة ضمن مقابلة مع إيتي بالعربي، وصرح غيث أنهم عم بيحضروا لحفل خطوبة كبير بدبي رح يكون قبل رأس السنة، وحيعزموا فيه كتير من المشاهير وأغلبهم من دبي. أما العرس فما صرحوا الموعد الرسمي له، ولكن أكدوا أنهم عم يتناقشوا بالموضوع، وحيكون في عرسين، عرس تقليدي وعرس مجنون يجمعوا فيه كل أصدقائهم المشاهير. فشو رأيكم بالكابل غيث وسارة، وكم نسبة حماسكم لحفل الخطوبة والزواج؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. أنا وغيث على الطريق، أنا انترفيو. صحي أي ساعة؟ 11:30. لا مو الانترفيو. امتى حين نطلع لايف؟ شو الفرق بين السؤالين؟ 11:30 الانترفيو؟ كيف نحن متأخرين هيك؟ معك غيث مروان. انا عم تحكي شت. خلصنا. كيف عملت؟ لا والله كفو، كنت كثير متوتره اول شيء، بعدين خلص. المفروض كانوا يخلوك تغني، بس انا رحمتك الحمد لله. لو طلبوا مني غني كنت والله كنت هتغني.